بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنكمل معا دروس الدورة التعليمية، ودرسنا الثامن سنتحدث فيه عن الإضاءة والظل وتعبيرهما، الجزء الثاني. نبدأ على بركة الله كما تعرفنا على التالي في الدرس السابق. الآن سنقوم بفتح صورة معينة لكي نشتغل عليها. على سبيل المثال لدينا صورة، أول صورة كنا قد اشتغلنا عليها، صورة تانية. لدينا الصورة التالية كما نلاحظ لدينا بها عدة ألوان غير جيدة. نقوم نتجه إلى إيميج، نعطيها الخيار أوتو تون، فنلاحظ أن الألوان قد تعدلت قليلا كما نلاحظ ذلك. أصبحت هنا لدينا الصورة بها، نعطيها أوتو كونتراست، نلاحظ كذلك لم تتغير كثيرا. نتجه نعطيها أوتو كولور، فنلاحظ أن اللون أصبح جميلا قليلا. هذه الخيارات الثلاث، أوتو كونتراست، أوتو كولر، تستعمل، هي خيارات خاصة تستعمل لتغيير أو تغيير التركيز الألوان وجعله بشكل أوتوماتيكي لمن لا يحب الانشدار كثيرا وحب التعديل، غير لا يوجد فيه حب التعديل والاكتشاف وما إلى ذلك. كما نلاحظ الألوان بهجانة، نلاحظ هنا الألوان باهجة كما أخبرناكم بذلك. لكن الآن سنتجه إلى Image Adjustment ثم نختار Levels، وهي خيارات متقدمة. نلاحظ هنا كما أخبرناكم هنا Levels، نلاحظ هنا الشكل التالي الذي نلاحظه هنا يسمى الهيستوغرام. شكل تالي الهيستوغرام هنا معناه أنه يبين لنا حكاية الخط بتاع الليفلز، معناه هنا المثلث الأبيض هايلايتس، المثلث الأسود، الأسود هنا الميتونس كما نلاحظ هنا. هنا سنحتاج كي نعرف الألوان الخاصة بنا. نلاحظ هنا لدينا اللون الأسود هنا بشكل ضعيف، نلاحظ ذلك. نستمر في التعديل على الصور كما نلاحظ هنا، بحيث نلاحظ هنا يتم التغيير في الإضاءة كما نلاحظ هنا، يتم التغيير عندما يتم التحريك هنا، يتم إضاءة الصور بشكل تم إضاءة الصورة كثيرا. هنا يمكننا التحكم في إضاءة الصور كما نلاحظ هنا، المكان الذي نريده أن يصبح بلون أسود غامق يمكننا التحكم في ذلك. ثم هناك خطوة خاصة للتحرك كما نلاحظ هنا، يمكننا التحكم في الصور، مثلا الصورة التالية إذا أردنا تغيير فيها نضغط على زر Alt ونبدأ بالتحريك، فنلاحظ أنها ظهرت بالشكل التالي، أي أن الألوان التالية بعد الألوان التي تظهر باللون الأبيض ستصبح باللون الأسود، أي نلاحظ هنا ستصبح بها إضاءة كما نلاحظ ذلك. عندما ننتهي نلاحظ هنا أصبحت بها إضاءة فعلا، ونفس المثال بالنسبة للشكل التالي من الأبيض كما نلاحظ ذلك، أن الألوان التي تظهر تصبح غامقة كما لاحظنا ذلك. كما نلاحظ ذلك عند التطبيق، نلاحظ أن ألوان الصورة قد أصبحت أكثر رسوعة. كما نعرف، للعودة إلى الحالة الطبيعية للصورة نضغط F وتعود الصورة إلى حالتها الطبيعية كما نعلم ذلك. كما تصدر الإشارة إلى أنه في بعض الحالات تكون صورة الشيء أو صورة مثلا في هذه الحالة الذي نصور الصور تشبه إلى حد كبير صورة الخلفية المحيطة به. نتجه لـ Adjustment، نحاول تطبيق Levels كما نلاحظ هنا. عندما نبدأ بتطبيق Levels نلاحظ أن الصورة، صورة العصفور هنا
تتأثر عند تغيير صور خلفية، كما نلاحظ ألوانها تتأثر، لا تسمح لنا بالتغيير، تشوه لنا الصورة، كما نلاحظ ذلك، الصورة مشوهة لدينا هنا عند محاولة التغيير كما رأينا الآن، لذلك سنتجه إلى نرجع الصورة إلى حالة الطبيعة أولا على الشكل التالي، لذلك سنتجه إلى أمر جديد. لذلك سنتجه إلى Image Adjustment ونختار Curves أو Ctrl M. في الأول تحكمنا في الإضاءة والدل، الآن سنتحكم في الميتلز، الحاجات التي كما عرفناكم لا دل ولا ليست دل وليست إضاءة أي بينهما. نلاحظ هنا لو ركزنا هنا لدينا اللون الأبيض في النقاط هنا التي يمكننا من تحريكها، نلاحظ ذلك هنا النقطة التالية التي يمكننا من تحريكها، ونلاحظ هنا اللون الأسود الذي هو الشير هنا تفتح وتغلقه على الشكل التالي، كذلك هنا يمكننا تغيير على الشكل الذي يمكننا في الخاص بنا. سنشكل لدينا الشكل التالي هنا، نريد أن نغير الصورة التالي على سبيل المثال، بهذا حاجز من الحاجات إما كما هنا أخبرناكم يمكننا التغيير مثلا بالضغط على إذا ضغطنا زر شيفت وحركنا سيتم تحريك 10 درجات كما نلاحظ. أما إذا حركنا بشكل عادي سيتم التحريك بدرجة واحدة درجة واحدة. الآن نلاحظ أن الألوان تتعدل كلها، ذلك هو التجديد من الـ RGB، نختار اللون فقط لكن نريد التغيير في كل واحد هنا، كما تغيير اللون الأحمر فقط كما لاحظنا، أو تغيير اللون الأخضر حسب الرغبة التي نريد هنا، ثم ذلك اللون الأزرق لذلك هو المكان بالنسبة. كما نلاحظ هنا لو RGB سنلاحظ أن الانستغرام جاء الخط البياني الخاص بنا فوق الانستغرام مبين في التعديلات التي قمنا بها على الار جي بي كاميرا، الريد والجرين وكذلك اللون الار جي بي بالكامل. مثلا لو لدينا لون غير لون ورثه، لدينا مثلا لون احمر شادي، نضغط عليه طبقة واحدة على صفر متر هنا، نلاحظ هنا النقطة لا يختارها. مثلا لو ضغطنا كما نلاحظ مثلا هنا لو نريد تغيير في اللون الأحمر، نضغط على نقطة معينة هنا فنلاحظ أنه يتم تحديدها هنا في المكان التالي كما نلاحظ، لكن لا يتم تحديدها، لذلك نضغط على زر كنترول ونضغط فنلاحظ هنا بالفعل أنه تم إظهار نقطة يمكننا التغيير فيها، كما نلاحظ هنا تغيير جميل كما لاحظنا الآن. كما يمكننا التغيير فيهما معا بالضغط على زر كنترولي تاب، ثم بعد ذلك عفوا أضفنا نقطة هنا سنحذفها. نعم كما أخبرناكم يمكن الضغط على زر كنترول يمكننا التعديل فيهما معا كما راح ذلك، بحيث نسحبهما الاثنين معا أو كل واحدة لوحدها كما راح ذلك، أو يمكننا العودة والتعديل في اللون الأخضر على سبيل المثال كما راح ذلك هنا، يمكننا التعديل في لون العصفور مثلا، نلاحظ اللون التالي غير يمكننا إدخاله في بالنسبة للون الأخضر. أو أي لون نريد يمكننا التعديل فيه كي يغدو اللون أوضح وأجمل كذلك ومناسب. ثم بعد الانتهاء نضغط زر أوكي للتنفيذ، ونلاحظ أن الصورة ظهرت عليها تغيرات، نلاحظ الشكل الأول للصورة كان على الشكل التالي، ثم بعد ذلك أصبحت على هذا الشكل، وإذا استمرينا في التعديل لأن هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل.
إذا استمر في التعديل ربما سنستغرق نصف ساعة أو لما لا ساعة لإخراج الصورة بشكل جميل ورائع وجد مناسب. إلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم، نلتقي مع باقي دروس الدورة. إلى ذلك الحين نترككم في أمان الله.